إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم إنا أمسينا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وأنبيائك وجميع خلقك أنك أنت الله وحدك لا شريك لك، وأن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبدك ونبيك. اللهم ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا شريك له، لا إله إلا هو وإليه النشور. أمسينا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك ووعدك يا ربنا ما استطعنا. نعوذ بك يا ربنا من شر ما صنعنا، نبوء لك يا ربنا بنعمك علينا ونبوء لك يا ربنا بذنوبنا، فاغفر لنا يا ربنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا عبادك بنو عبادك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمه، عدل فينا قضاءك. فنسألك يا ربنا ونحن في بيت من بيوتك بعد أن أدينا فريضة من فرائضك، نسألك يا ربنا بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تمن علينا يا ربنا بأن تغفر لنا ذنوبنا وأن تيسر لنا أمورنا وأن تبارك لنا في أرزاقنا وأن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. اللهم لا تدع لأحد منا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته. كما نسألك يا ربنا أن تجعل جمعنا مرحوما وأن لا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أما بعد، وحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فمرحبا بكم في هذا اللقاء الأسبوعي في بيت من بيوت الله عز وجل، حيث تتنزل علينا السكينة وتغشانا الرحمة وتحفنا الملائكة ويذكرنا الله عز وجل في من عنده. أحباب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لعلكم تابعتم في خطبنا في يوم الجمعة الخطب الماضية، تحدثنا في تقريبا في أربع خطب عن آثار المعاصي والذنوب، وقلنا بأن للمعصية يعني كما لخص ذلك سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه هذا الأمر، فقال إن المعصية ظلمة في القلب وسوادا في الوجه ووهنا في البدن وحرمانا من البركة في الرزق، بخلاف الطاعة. الطاعة طبعا الله سبحانه وتعالى يعطي بها الإنسان قوة في بدنه ونورا في قلبه وبصرا في حياته وبركة في أولاده وفي رزقه، ولكن الإنسان إذا عصى الله سبحانه وتعالى، ما هو الطريق للعودة إلى الله عز وجل؟ وهذا هو عنوان اللقاء الآن، كيف نتوب إلى الله سبحانه وتعالى، كيف يتوب المسلم إلى الله عز وجل. الكثير منا يسمع عن التوبة وعن أهميتها وعن فضائلها، ولكن ربما لا يعرف كيفية التوبة، ربما لو اكتسب مالا حراما كيف يتوب إلى الله سبحانه وتعالى منه، ربما لو عصى الله سبحانه وتعالى بذنب كترك الصلاة في الأيام الماضية، أو لم يكن يعلم مثلا أحكام الزكاة وتاب الله سبحانه وتعالى وأراد أن يؤدي زكاة ماله، أو قصر في صيام أيام رمضان، أو زنى أو سرق أو غش أو أكل الربا أو شرب الخمر أو إلى آخر هذه المعاصي التي يعني سواء كانت صغائر أو كبائر، ما هي كيفية التوبة منها إلى الله سبحانه وتعالى؟
وفي البداية يعني لابد أن نقول بأن الإنسان ليس ملكا يمشي على الأرض وليس نبيا معصوما. أي واحد فينا معرض للخطأ، فيش واحد يقول لك أنا لا أخطئ. لو قال لك الإنسان أنه لا يخطئ وأنه دائما في طاعة الله سبحانه وتعالى فقد كذب، أن الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أعلنها صريحة فقال كل ابن آدم خطأ وخير الخطائين للتوابون. والله سبحانه وتعالى ما فتح باب التوبة إلا لكثرة معاصي الإنسان، والله سبحانه وتعالى يبسط يده بالليل ليتوب إليه مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب إليه مسيء الليل. الإمام الطبراني بيروي في معجمه حديث جميل، أن رجلا وهو بسند حسن، أن رجلا كبير السن، يعني كلمة كبير السن هكذا وردت يعني أو أخذناها على أساس أن الراوي يقول جاء رجل قد سقط حاجباه على عينيه وهو متكئ على عصا، متكئ على عصا على السنه لا يستطيع ان يسير على رجليه، وسقط حاجباه على عينيه دلاله على ايه؟ على الشيخوخه. ده يعني ده بلغ من الكبر عتيه، وهن العظم واشتعل الراس ايه شيبه، يعني مش تجاعيد في الوجه فقط، ده الحاجب اللي على العين يعني سقط هكذا. فالعمليه يعني عنده ايه يعني اصبح يعني كما قلنا بلغ من الكبر مبلغه. فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيقول له يا رسول الله رجل كبير ما ترك حاجة ولا داجة إلا وأتاه، يعني حاجة ولا داجة يعني كناية عن ارتكاب جميع المعاصي والذنوب، فيعني هل له من توبة إلى الله سبحانه وتعالى؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله فيما بقى يغفر الله سبحانه وتعالى لك ما مضى، يعني المهم في 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 مستقبل حياتك اتق الله سبحانه وتعالى، طالما انك تبت الى الله عز وجل توبه نصوح وعملت جدار عازل بين الماضي وبين المستقبل، وفي المستقبل اتقيت الله سبحانه، رغم ان هو يعني معظم في فترات حياته ربما قضاها في المعصيه، وفي نفس الوقت كبير السن يعني ما تبقى له في العمر الا الا القليل، ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول له اتق الله فيما بقى يغفر الله عز وجل لك ما مضى. فبيقول له يا رسول الله يعني ما تركت حاجة ولا داجة إلا وارتكبتها، يعني كل الموبقات. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله فيما مضى يغفر الله عز وجل لك ما بقى. فجعل الرجل يكبر ويقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، يعني فرحا بقبوله عند الله سبحانه وتعالى، لأنه كان تاب توبة صادقة، وفي نفس الوقت عنده العزم في مستقبل حياته أن يستقيم على طاعة الله سبحانه وتعالى، فكبر من الفرح الله أكبر، وجعل يكبر حتى توارى يعني حتى غاب عن أعين الصحابة. إذن معنى ذلك حول رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى برحمته بعبده، يعني كما نقول دائما حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله أرحم بعباده من الوالدة بولدها. الله سبحانه وتعالى يعلم أن عباده يخطئون بالليل والنهار، وهو ينادي عليهم ويقول يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، المهم أنكم تطلبوا مني المغفرة وأنا أغفر لكم. وينادي على عبادي ويقول يا عبدي إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي، المهم أنك يعني طالما أنك يعني عدت إلى رحابي وجئت إلي ودعوتني ورجوتني واستغفرتني، يعني طلبت مني المغفرة وطلبت مني التوبة وفعلا ندمت على ما فعلت، إذن معنى ذلك أني سأغفر لك. يا إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي، أن الله سبحانه وتعالى يعني لما يقول ولا أبالي ده حديث قدسي، على أساس أن مغفرة الله سبحانه وتعالى لك لن تضر الله عز وجل في شيء، صح ولا لا؟ يعني كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة النساء ما يفع الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليم. لا، لأن الأمر كما قلنا قبل ذلك أن طاعة الإنسان تنفعه هو، وأن معصية أي واحد فينا تضر بالإنسان نفسه لا تضر الله سبحانه وتعالى، يعني من أنت حتى تضر الله عز وجل؟ الله سبحانه وتعالى يقول في الحديث القدسي يا عبادي لأن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا.
ويا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. ويا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يعني المعصية لا تضر الله سبحانه وتعالى وإنما تضرك أنت. قال ربنا سبحانه وتعالى: من شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. إذا معنى ذلك أن الإنسان معرض للوقوع في الخطأ، معرض للوقوع في المعصية، يعني كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مؤمن إلا وله ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة أو ذنب هو مقيم عليه. يعني أي واحد فينا ربما يقع في ذنب مرة والأخرى، ولكنه إذا ذكر ذكر، يعني إذا وجد من يذكره الله سبحانه وتعالى فإنه يتذكر عظمة الله عز وجل ويعود إلى الله سبحانه وتعالى. إذن يعني هذه تقدمة لبيان أن الله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب جميعا، يعني كما قال ربنا سبحانه وتعالى: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. عندئذ سيتحسر الإنسان أن تقول نفسه من حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة، يعني لو أعود للحياة مرة أخرى فأكون من المحسنين. بلى، قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين، ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسود، أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. وفي سورة المؤمنون يقول ربنا سبحانه وتعالى: ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوم ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. خلاص ما فيش، يعني الإنسان إذا مات لن يعود الحياة مرة أخرى ولن يتدارك ما فاته في حياته. فأمثال هذه الآيات القرآنية وأمثال هذه الأحاديث النبوية ترد الإنسان إلى صوابه. يعني إذا الإنسان عصى الله سبحانه وتعالى أو أخطأ أو وقع في الذنب، حينما يسمع هذه الآيات القرآنية وهذه الأحاديث النبوية بيجلس مع نفسه جلسة ويعود إلى رحاب الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى يتوب عليه. الله سبحانه وتعالى يقول في سورة الفرقان في الآيات التي قرأناها في صفات عباد الرحمن: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متاب. إذا معنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى يقبل توبة الإنسان، ولكن السؤال الآن: هل الله سبحانه وتعالى يقبل يعني كل تائب يعود إليه؟ يعني هل كل واحد يقول لك أنا تبت إلى الله سبحانه وتعالى فيوقن أن الله سبحانه وتعالى قد قبل توبته؟ أو الإنسان حينما يذنب ذنبا وبعد ذلك يقول أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه فيكون قد تاب إلى الله سبحانه وتعالى؟ أو كما يفعل بعض الناس مثلا حينما يذنب ذنبا يأتي إلى بعض المشايخ مثلا لبعض الفقهاء ويقول له إيه توبني، يعني يقول لي صيغة التوبة. يعني تعرفين احنا طبعا نعرف في المسيحية أن الإنسان حينما يذنب ربما يعني حتى ربما تسمعون هذا من الإيطاليين مثلا أنه يذهب إلى البريتي أو القسيس ويحكي لهم ما ارتكبه من ذنب على أساس أن القسيس يغفر له ليه هذا الذنب. فربما أخذ بعض المسلمين يعني هذا الأمر من المسيحية أتون إلى العالم أو إلى الفقيه وقل له توبني، يعني قل له والله أنا فعلت كذا وكذا. يعني ربما في الجمعة قبل الماضية جاءني أحد الإخوة وظل شاب يعني وظل يبكي لما كنت أتكلم عن أثر المعاصي والذنوب ويقول أنا فعلت كذا وكذا وكذا وكذا، قلت له خلاص يا عم بدون ما تقول أنت فعلت كذا ولا كذا توب إلى الله سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى يتوب عليك. إحنا ما فيش بيننا وبين ربنا سبحانه وتعالى ما فيش حجاب، يعني الله سبحانه ردعوني أستجب لكم.
وإذا سألك عبادة عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي. مش محتاج أنك أنت تجي تحترف قدام الشيخ ولا ممكن تستشير الشيخ مثلا ولا تستشير العالم ولا الفقيه في مسألة من المسائل في أمر من أمور حياتك مثلا، وهو يعني يدلك على مخرج بما يعني أمن الله عز وجل به يعني. إنما مش لازم أنك أنت تعترف أمامه بالذنوب والمعاصي، دي حاجة بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى. سترك الله فاستر على إيه؟ على نفس كل أمة معافية إلا ليه؟ إلى المجاهرين. وإنما المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا فيبيت وقد ستره الله عز وجل فيصبح ويكشف ستر الله عز وجل إيه؟ عليه. طالما أن الله سبحانه وتعالى سترك فلا تفضح ستر الله عز وجل سبحانه وتعالى عليه. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فمن أصاب من ذلك شيء يعني من الذنوب يعني فستره الله فهو إلى الله، إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه. طالما أن الله سبحانه وتعالى سترك فلا تفضح نفسك وتوب إلى الله سبحانه وتعالى. لكن إذا أردت من الشيخ ولا من الفقيه أو العالم استشارة في أمر من أمور الدين ولا في أمر من أمور الدنيا فلا حرج في ذلك إذا يعني أردت. طبعا ما خاب من استخار وما ندم من إيه من استشار. فإذا معنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى لا يقبل توبة أي إنسان يعني يقول لك أنا تبت إلى الله أو استغفر الله، لا، التوبة هذه يعني كما نعلم جميعا لها شروطها ولها ضوابطها. وأي واحد فينا صغير ولا كبير ربما سمع عن هذه الشروط أو علمها من قبل وبيأتي على رأسها الندم، الندم اللي هي الحرقة الداخلية، حرقة من الداخل يعني أن الإنسان قام بالذنب. وأنت لما تندم ويكون ندم صادق بمعنى ذلك أنك لن ترتكب الذنب مرة أخرى، أو حتى لو ارتكبته وترتكبه يعني إيه يعني بعد فترات طويلة. مع أنت أي إنسان فينا أنت عارف معرض مع فتن الحياة وشهوات الدنيا الوقوع في المعاصي. فالندم يعني كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الندم توبة، يعني الركن الأساسي في التوبة هو الايه؟ هو الندم. يعني لما يقول الندم توبة هل معنى ذلك أنه ليست هناك شروط أخرى للتوبة؟ لا، إنما هناك شروط أخرى، ولكن الشرط الأساسي في التوبة هو الايه؟ هو الندم. كما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا الحج عرفة، يعني معنى ذلك هل معنى ذلك أن الإنسان لو وقف بعرفات ولم يقم بأركان الحج الأخرى من سعي بين الصفا والمروة والطواف حول الكعبة إلى آخر الأركان، هل معنى ذلك لو وقف بعرفات فقط فقد تم حجه؟ لا، وإنما معنى كلام الرسول الحج عرف عن يعني الركن الأساسي من أركان الحج والوقوف بعرفات. فلما يقول الندم التوبة معناه أن الركن الأساسي من أركان التوبة هو الايه؟ هو الندم. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول في قصة الثلاثة الذين خلفوا في غزوة تبوك على الثلاثة اللي إن شاء الله فيما بعد يعني ندرس هذه القصة بالتفصيل لأنها مهمة جدا في حياة المسلم. الله سبحانه وتعالى يقول على الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم. تخيل بقى لما الإنسان تضيق عليه نفسه من كثرة الندم ويشعر كده بال 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 بشدة الندم أمام الله سبحانه وتعالى، وضاقت على الأرض على رحابتها وعلى سعتها، ضاقت عليه من كثرة الندم ومن شدة الندم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا، شوف يعني تصور الله سبحانه وتعالى ندم هؤلاء الثلاثة حينما يعني صدقوا في توبتهم من الله سبحانه وتعالى. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. بإذا معنى ذلك أن الإنسان إذا ندم وطلب من الله سبحانه وتعالى المغفرة اللي هو الاستغفار، يعني الاستغفار معناه طلب المغفرة، والله سبحانه وتعالى علم صدق نيته الله سبحانه وتعالى يتوب عليه. طبعا الشروط الأخرى اللي هي الإقلاع، الإنسان يقلع يعني ما يعني الإنسان طبعا من المستحيل يقول استغفر الله وهو مازال مقيم على الايه؟ على المعصية. فالإنسان يقلع عن الذنب ويندم عليه ويعزم على أن يعود إليه مرة أخرى. طبعا من الشروط الرئيسة في التوبة يعني كما نعلم جماعة رد المظالم إلى أهله. إذا كان الإنسان يعني ارتكب مظلمة في حقوق الناس مثلا فلا بد من ايه من رده. وحنتكلم طبعا باستفاضة بعد ذلك عن موضوع المظالم وكيفية ردها.
معروف طبعا لما نتكلم عن هذه المعاصي والذنوب، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسلمنا منها. معروف لدى كل مسلم أن الذنوب تنقسم إلى صغائر وكبائر، صح ولا لا؟ يعني في صغائر جمع للصغيرة، وكبائر جمع لكلمة الكبيرة. الصغائر يعني من الممكن، وكما قلت ما فيش واحد فينا معصوم، ممكن أنك أنت تلم بصغيرة من اللي من الصغائر، ولكن من رحمة الله سبحانه وتعالى أن الصغائر يكفرها أشياء كثيرة. على سبيل المثال، مثلا الصغائر من الممكن أن تكفر بالأعمال الصالحة، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن الحسنات يذهبن ليه السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. السيئة هي الصغيرة، يعني لما تعمل بعدها حسنة بتمحو إيه؟ بتمحو السيئة. إنما طبعا الكبيرة لا تكفر إلا إيه؟ إلا بالتوبة. فلما يقول الله سبحانه وتعالى: إن الحسنات يذهبن ليه السيئات، يبقى معنى ذلك أن الحسنات تذهب ليه الصغائر. ما على سبيل المثال، مثلا من الأعمال الصالحة التي تكفر بها صغائر الأمور التي يلم بها للإنسان، الصلاة. يعني كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات، هل يبقى من ضرره شيء؟ قالوا: لا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن للخطايا. يعني الله سبحانه وتعالى بسبب صلاتك يمحو الله سبحانه وتعالى للخطايا اللي هي الصغائر التي ارتكبتها قبل الصلاة. تخيل مثلا لو إنسان بيغتسل كل يوم 5 مرات، طبعا في بعض الناس بيغتسل في السنة 5 مرات، مش فتخيل لو بيغتسل في اليوم 5 مرات، هل يبقى على جسد شيء من الأوساخ؟ لا. فكذلك لو صلى في اليوم 5 مرات، الله سبحانه وتعالى بسبب هذه الصلاة يغفر له ما سلف من خطايا ومن ذنوب. يقول صلى الله عليه وسلم: أولا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: كثرة الخطى إلى المساجد، وإسباغ الوضوء على المكاره، وانتظار الصلاة بعد بعد الصلاة: فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. إذا معنى ذلك أنك لما تكسر الخطى إلى المسجد، وأنت آت إلى المسجد وتعود إلى بيتك، وكلما كان بيتك بعيدا وأتيت إلى بيت الله كلما كان أجرك أفضل. قال صلى الله عليه وسلم: أعظمهم أجرا في الصلاة أبعدهم إليها ممشى. يعني كلما زاد الإنسان في المشي كلما زاد ثواب الصلاة عند الله سبحانه وتعالى. فكثرة الخطى إلى المساجد، إسباغ الوضوء يعني إتمام الوضوء، انتظار الصلاة بعد الصلاة، يعني الحمد لله رب العالمين مثلا صلينا صلاة المغرب وننتظر صلاة العشاء، فأمثال هذه المجالس الإيمانية بسبب الله سبحانه وتعالى يغفر الخطايا وانتظار الصلاة بعد الصلاة. فهذه أمور قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها تمحو الخطايا، مثلا الصيام. ما قال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. دي كلها الصغائر اللي تكفر تكفر بالأعمال الصالحة. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. مثلا في الحج يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. يعني الحج ينفي الفقر عن الإنسان وينفي الذنوب عن الإنسان، ومعروف طبعا وكذلك العمرة، ومعروف طبعا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسخ رجع من ذنوب كما ولدته أمه. يبقى إذن معنى ذلك أن الأعمال الصالحة تكفر الصغائر التي يقوم بها الإنسان، ومنها الصدقة. يعني كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام الترمذي: والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. يعني فرض أن حصل مثلا حريقة ولا اشتعلت النار في مكان ما، بماذا تطفئ؟ تطفئ بالماء. فكذلك كما أن النار تطفئ بالماء، فكذلك الخطايا والذنوب تكفر ويطفئ الله سبحانه وتعالى، يعني لا يحرق بسببها الإنسان بسبب الصدقة. الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. بدأت ده احنا يعني فقط ذكرنا بعض من الأعمال الصالحة التي برحمة الله سبحانه وتعالى يغفر بها ما
ألم به الإنسان من ذنوب ومن إيه ومن سهل اللي هي الصغار. إحنا الكبار هنتكلم عنها فيما بعد. أيضا من الأمور التي يكفر الله سبحانه وتعالى بسببها صغار الأمور والخطايا مجرد اجتناب الكبائر، والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. يعني إذا أصيب الإنسان اللي هي المصائب التي يبتلى بها الإنسان، تعرف مثلا لو أن الله سبحانه وتعالى حينما يبتلي إنسان ده معنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى يحبه، لأن الله سبحانه وتعالى يريد أن يطهره من الذنوب والمعاصي أولا بأول، وإلا لو أبغضه الله سبحانه وتعالى لأعطاه الله سبحانه وتعالى من الدنيا ما يحب وبعد ذلك يرميه في النار، مش هتفرق مع ربنا سبحانه وتعالى، صح ولا لا؟ الله عز وجل يقول فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. في بعض الناس بيظن أن الله سبحانه وتعالى حينما يمده بالمال ويمده بالبنين ويمده بسعة الرزق وبالصحة وإلى آخره أن الله سبحانه وتعالى فرحان به، ده حمار جاهل والله العظيم. لأن هذا الإنسان يعني إحنا خطبة الجمعة بالأمس قلنا إذا رأيت الله عز وجل ينعم على عبد وهو مقيم على معصيته فاعلموا أنه إيه مستبرد، بارك الله فيك. فلازم الإنسان يعرف هذه القضية، إذا كان مش ماشي على طاعة الله سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى بيعطيه بعض أمور في الحياة، هل أن هذا هو يعني من حب الله سبحانه وتعالى؟ لا لا، وإنما هذا من الاستدراج، كما قال ربنا سبحانه وتعالى سنستدرجه، ده المفروض الإنسان هذا كلما يعني الاستدراج معناه أنه كلما يعني جدد معصية كلما أنعم الله سبحانه وتعالى عليه حتى يفتتن في أمور الإيه في أمور الله. إذاك الله عز وجل قال فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، يعني موضوع الأموال والأولاد والعمل والسيارات وكان ده كله مش مقياس يقاس به مدى محبة الله سبحانه وتعالى للعبد من إيه من عدمها. الله سبحانه وتعالى قال في 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 سورة الفجر فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهان. كلا، يعني ولما ربنا سبحانه وتعالى ضيق عليك الرزق معنى ذلك أن الله عز وجل أهانك؟ الله سبحانه وتعالى يقول لك كلا، لا مش مقياس عند ربنا سبحانه وتعالى أنك لم يوسع عليك في الرزق، طب أنت ممكن يوسع الله سبحانه وتعالى عليك في الرزق فتضغى. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. بعض الناس كده لما بتضيق به الأحوال يا رب يا رب تلاقيه في المسجد ليلا منهارا، ومنهم من عاهد الله لئن أتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما أتاهم من فضله بخلوا به وتولوا من ورده. سبحان الله، والله أكيد أنتم تعرفوا يعني كما أعرف أنا كثير من الناس يعني كانوا معنا في المساجد في الصفوف الأولى وفي الصلوات الخمس وفي صلاة الفجر وفي قيام الليل وصيام، لما فتحت عليهم الدنيا أصبحوا لا يأتون في اليوم إلا مرة واحدة ربما في صلاة العشاء، بعد ذلك يعني في يوم الجمعة، بعد ذلك ربما لا ترى إلا في ليلة القدر. يا فلان يقول لك أنت عارف الحياة والفتن بتاع ومش عارف إيه، وممكن وفيهم بعض الناس كانوا ملتحين فحلق واحد يعني فتن الله. يعني وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان إيه كان يئوس. يعني لما بعض الناس كده لما يقل العمل معاه يئس من رحمة، لا يئس من رحمة، لا يئس من رحمة الله إلا القوم الكافرون. ما عندناش إحنا يعني قنوط من رحمة الله ولا يئس من رحمة الله، المسلم عنده يعني أمل في وجه الله سبحانه وتعالى ويعلم أن الله سبحانه وتعالى يختار له الأنسب والأوفق لحياته. أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، ده أمر من الله سبحانه وتعالى. وبعدين احنا في من قبل قرأنا يعني قصة قارون لما يعني وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء عباده ويقدر ويك أنه لا يفلح للكافرون، لأن لما خسف الله سبحانه وتعالى به الأرض فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين، وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر. إذن معنى ذلك أن بعض الناس بيطغى حينما ينعم الله سبحانه وتعالى، ده المفروض أن نعم الله عز وجل عليك يعني تزداد بها شكرا لله وإقبالا على الله سبحانه وتعالى، إنما لو طغيت بنعم الله عز وجل عليك وزادك الله
يبقى يعلم أن الله سبحانه وتعالى يستدرج. فديك آيات قرآنية كما قلت بتتحدث عن النفوس البشر، إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوع وإذا مسه الخير منوع. لما يمس بالشر يعني قلة عمل قلة مال كذا وكذا يجزع ويأس، ولما الله سبحانه وتعالى يعطيه الخير يمنع. يعني ده هي دي طبيعة إن الإنسان لربه إيه لا كنود وإنه على ذلك لشيء. ولو ظللنا يعني نتحدث عن الإنسان في القرآن الكريم أو النفس البشرية في القرآن الكريم لطالبنا المقام، لأن كثيرة هي الآيات التي تتحدث عن النفوس. أن تعرف الإنسان ده يعني بن آدم غريب، يعني تركيبة كده معقدة. ولذلك أنتم لو قرأتم في موضوع علم النفس يعني تجد يعني مليارات الصفحات سواء في العالم العربي ولا في العالم، فقط يعني يريدون فحص الإنسان من الناحية النفسية مش من الناحية البيولوجية. لا علماء اللي هم بيدرسوا بقى جهاز الإنسان من المخ والأعصاب والقولون والجهاز الدوري والجهاز التنفسي، دي في مجال آخر، المجال الطب والمجال البيولوجي. إنما علماء النفس دول بيدرسوا الإنسان من ناحية التفكير والشخصية والشخصية السوية والشخصية غير السوية وإلى آخره، يعني شيء معقد. الله سبحانه وتعالى بقى بيقول في القرآن الكريم إن ديت يعني في حينما يتحدث عن النفوس البشرية في نفس مطمئنة، في نفس أمارة، في نفس لوامة، يعني في النفس اللوامة التي تلوم صاحبها على ليه على المعصية. الله سبحانه وتعالى فلا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس ليه اللوامة، وفي النفس الأمارة التي تأمر بالسوء، وما أبرئ نفسي من النفس لأمارة بليه سوى. في النفس المطمئنة يا آيات والنفس المطمئنة ارجع إلى ربك راضية إيه مرضية فادخلي في عبادي وادخلي الجنة. ما نود أن نقوله حتى نعود إلى موضوعنا، أن الله سبحانه وتعالى إذا أنعم على الإنسان بابتلاء، شوف أنا بنقول أنعم مش ابتلاء، أنعم على الإنسان بابتلاء فليعلم أن الله سبحانه وتعالى يحبه، لأن الله سبحانه وتعالى يريد أن يطهره من ذنوبه ومن إيه ومن معاصي. إذا قلنا أن الأعمال الصالحة تكفر للخطايا، وكذلك من الأمور التي تكفر الخطايا الابتلاءات التي يبتلي الله سبحانه وتعالى بها الناس. خذ بقى من الابتلاءات، ممكن يكون الابتلاء نقص المال مثلا، قلة العمل، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال. يعني بدل واحد ما كان بياخذ في الشهر 3000 يورو الآن مش لاقي حتى بتاع 100 يورو، بدأ نقص في الايه نقص في الأموال، صح ولا لا؟ بدل ما كان يعني بيتكسب الآن أصبح بيعطي أكثر مما ايه ما ياخذ، يفتح كلما زهق يعني كلما يعني دخل من باب البلاط اللي هو ساكن فيه ولا باب العمارة ينظر إلى الايه إلى الصندوق اللي بتوضع فيه الايه اللي هو صندوق البريد. يعني أنا عامة بسميه بالصندوق الأسود، لأن كلك ما تفتحه تلاقي بوليت، تفتحه تلاقي مش عارف ملطة، تفتحه تلاقي كذا، لدرجة كنت أريد أن أخلعه وأرمي به، بس برضه حجيني يعني. فسبحان الله ديت كلها أمور الله سبحانه وتعالى يبتلي بها الإنسان، ولن نبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والإيه والثمرات وبشر الصابرين. ممكن يكون كما قلت قلة المال، قلة العمل، قلة مرض كما قال أخونا، يعني حتى الهم والحزن الذي يصيب كثير من الناس، ما هو برضه أصل موضوع الهجرة مش سهل على الإنسان، صح ولا لا؟ الإنسان يبتعد عن أولاده ويبتعد عن زوجته ويبتعد عن وطنه، يعني بلدي وإن جارت علي عزيزات وأهل وإن ضنوا علي كرامة، ووطني وإن شغلت بالخلد عنه نازعت في الخلد إليه نفسي. فيش واحد فينا إلا وبيحن إلى مسقط رأسه. طبعا مسقط رأسه مش رجوميليا، يعني مسقط رأسه ما حتكون في مصر ولا في المغرب ولا في أي في دولات التي جاء منها، فبيحن وبيحن إلى أهله وإلى أصدقائه وإلى خلانه وإلى أقاربه وإلى أرحامه وإلى أبائه. فكل هذه يعني حتى الحنين والهموم والأحزان التي تصيب بعض الناس، تخيل أن الله سبحانه وتعالى يكفر لك بها الخطايا والذنوب، يبقى إذا الله سبحانه وتعالى بك رحيم. وهذا الكلام لا نقوله من عندي أنفسنا، وإنما ضع ديت أمور يعني شرعية بنستنبطها من أحاديث الرسول، من آيات القرآن ومن أحاديث الرسول. على سبيل المثال بيقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه من البخاري: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم. شوف كم شيء: نصب، وصب، هم، حزن، أذى، غم، ستة أشياء. ممكن هي كلها مجموعة في الابتلاء،
ولكن كل مفردة من هذه ولا كل كلمة تفيد معنى. النصب اللي هو التعب، التعب البدني يعني، والوصب اللي هو المرض، والهم، الهم لما يبقى عندك هم فكري، تعرف لما تيجي تنام ما تعرفش تنام من الهموم والأحزان، والحزن الذي الحزن الذي يصيب الإنسان ربما بكثير من الأشياء التي تحدث حوله، والأذى انك انت تصاب بأذى، والغم حينما تكون مهتما، فتلك كلها امور يعني بيقول عنها الرسول صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى شوك يشاكوا الا كفر الله بها من ايه، من خطايا. فما ما تحزنش، ان الله سبحانه وتعالى حينما يبتليك باي شيء من الاشياء لا تحزن، اعلم ان الله سبحانه وتعالى يكفر عنك الذنوب والخطايا، وان الله عز وجل يحبك. احد صحابه الرسول صلى الله عليه واله وسلم في يوم من الايام وهو ماشي في الطريق لقى امراه كان يعرفها ايام الجاهليه، يعني قبل الاسلام. ولذلك سبحان الله بعض الشباب حينما مثلا ياتي يعني بيستشيرنا في بعض الامور، او بيقول لي مثلا في بعض الفتاوى، فيجي يقول لي: والله انا لما تاب الى الله سبحانه وتعالى واطلق لحيته، يقول لك: انا كنت في ايام الجاهليه. اقول: طب لما انت كنت في ايام الجاهليه شفت ابو جهل؟ ما تقول يا عم انا كنت في ايام المعاصي. فين ايام الجاهليه؟ يقول لك: طب ما انا ايام الجاهليه يعني هل رايت ابو جهل وابو لهب و يقول لك: انا كنت ايام الجاهليه، ايام ما اعرفش من اين اتوا بهذا، يعني على اساس انه كان ايام المعاصي يعني. فالمهم هذا الصحابي والحديث صحيح يعني لما لقى هذه المرأة التي كان يعرف أيام الجاهلية، طبعا من أيام الجاهلية يعني قبل الإسلام بالنسبة له، كان يعرف أيام الجاهلية قبل أن يدخل في الإسلام، وكانت امرأة بغية يعني امرأة عاهرة، فمد يده إليها فقالت له: ما إن الله قد أذهب بالشرك وأتى بالإسلام. هو في طريقه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دخل في حائط فشج وجهه، دخل كده في 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 جدار، فإيه تعرف لما الإنسان يكون ماشي في الطريق مثلا مش واخد باله، فيجي دخل كده في أي شيء أمامه فيصاب بالإيه بشيء في وجهه. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فحكى له ما حدث، فقال رسول الله: حدث كذا وكذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أنت عبد أراد الله بك خيرا. إذا أراد الله بعبدي خيرا عجل له ليه العقوبة في الدنيا، خلاص خذ في وشك مباشرة يعني ما العقوبة لم تؤجل للغد ولا إلى يوم القيامة، ده مباشرة، ده معنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى يريد به ليه، يريد به الخير. إذا أنت عبد أراد الله بك خيرا، إذا أراد الله بعبده خيرا عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده شرا أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم ليه، يوم القيامة. هذه المصائب وهذه الابتلاءات بتكفر بقى الذنوب عن الإنسان. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ولن يزال البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه إيه خطيئة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. تخيل، طبعا احنا عارفين ان الحد كما قلنا يغفر الذنوب عن الانسان ويرجعك يوم ولدته. شوف الرسول بيقول ايضا عن 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 الابتلاء: حتى يتركه يمشي على الارض وما عليه ايه، وما عليه خطيئة. يعني كانك ايه، كانك اصبحت مبرأ من الايه، من الذنوب ومن المعاصي، بسبب ما هو برضه هذا الامر لن يتاتى بكل انسان. ما هو إذا الإنسان تسخط يعني لم يعجبه قضاء الله سبحانه وتعالى، يبقى لن يستفيد من المصيبة شيء، بل بالعكس ده هتكون المصيبة أعظم، لأنه هيدخل نفسه في سخط الله سبحانه وتعالى. ما هو الرسول قال: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، فمن رضي فله ليه الرضا، ومن سخط فعليه ليه السخط. والرسول صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام زار أحد المرضى قال له: ابشر. قال: طب انت رسول صلى الله عليه وسلم، يعني لما اذا يعني تخيل لو انت رايح تزور مريض، يعني هتقول له ابشر ده مريض، ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يعني انت عارف البشاره تقال في الامور ليه؟ في الفرح والسرور. انما لما يكون انسان مريض، ولا انسان يعني فقد مثلا احد ابنائه، ولا انسان ما عندوش عمل، ولا انت هتقول له ابشر؟
ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم ببعد نظري قال له أبشر. لماذا قال له أبشر؟ قال له إن مرض المسلم يذهب خطاياه كما تذهب النار خبز الحديد. عارف لما يكون عندك حديد مصدي فتدخله في الايه في النار عشان تزيل عنه الصدأ. فكذلك المرض يذهب الخطايا عن الايه عن الانسان، ينفع عنه الايه الخطايا كما اخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا معنى ذلك ان من رحمه الله سبحانه وتعالى بعباده ان الله سبحانه وتعالى يبتليهم بهذه الامور. لما الانسان يجيله مثلا انفلونزا ولا يجيله مرض حساسيه ولا يجيله اي شيء، فيقول الحمد لله ان الله سبحانه وتعالى ابتلاه بهذه الاشياء الصغيره حتى يكفر عنه من ايه يعني يكفر عنه ما ارتكبه من ذنوب ومن ايه ومن معاصي. اذا الصغائر تكفر بالحسنات كما قال الله سبحانه وتعالى ان الحسنات تذهبن السيئات، تكفر ايضا بالايه بالابتلاءات التي يبتلي الله سبحانه وتعالى بها بعض الناس، وتكفر بالتوبه. لما الانسان بيتوب الى الله سبحانه وتعالى طبعا بيتوب الى الله سبحانه وتعالى من ايه من اذا تاب الى الله عز وجل من كبيره، فبالتالي من باب اولى انه يتوب من هذه الايه الصغائر التي ارتكبها في حق الله سبحانه وتعالى. طيب يبقى اذا الصغائر دي تكفر بهذه الامور، انما الكبائر، الكبائر دي بقى كيف تكفر؟ الكبائر دي مصيبه يعني فرضا يعني حتى نقرب الامر اليكم نقول ان في الكبائر يعني ممكن نقول ان في كبائر بتتعلق بترك مأمور وكبائر بتتعلق بفعل محظور. يعني ما الله سبحانه وتعالى امرنا ببعض الاوامر ونهانا عن بعض الايه بعض الامور، فمن الممكن ان الاشياء التي امرنا الله سبحانه وتعالى بها بعض الناس يتركها، فده بنسميه ترك مأمور امرنا الله عز وجل به، كمن ترك الصلاه، كمن ترك الزكاة، كمن ترك الصيام، من ترك الحج وهو قادر عليه، يبقى دي بتسمى ترك ايه؟ ترك مأمور، يعني اشياء امرنا الله سبحانه وتعالى به. فعل محظور، الله سبحانه وتعالى نهى عن شرب الخمر، واحد ممكن يكون ابتلاه الله سبحانه وتعالى بهذا الامر. او العمل فيه، ما هو المشكلة برضو ان الخمر ده بي 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 محرم في عدة أمور، يعني في شربه وفي حمله وفي العمل وبيعه والشراء، يعني في كل ما إيه ما يحيط به. الله سبحانه وتعالى يقول إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان في إيه فاجتنبوه، اجتنبوه يعني لا ما قالش فلا تشربوه، إنما قال فاجتنبوه، اجتنبوه يعني عليكم باجتناب كل ما يقربكم إليه، يعني كما قال الله سبحانه وتعالى في الزنا ولا تقربوا لإيه الزنا، يعني ما قالش ولا تزنوا. تعرف لو كان لو خلص سبحانه وتعالى ولا تزنوا فقط لكان المحرم هو الزنا، يعني ممكن كان الانسان لمس امراه ولا هكذا، انما ولا تقربوا يعني اي شيء يقربك الى الزنا لا تقترب منه، عليك بغض بصرك، عليك بعدم الخلوه، عليك بعدم الاختلاط، مش الى اخره. فهذه كلها الاشياء التي تقربك الى الزنا ابتعد ايه؟ ابتعد عنه حتى لا تقع في هذه الفاحشه. ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشه وساء ايه؟ وساء سبيل. ففعل محظور كمثل هذه الأمور. أو مثلا إنسان الله سبحانه وتعالى نهانا عن أكل أموال الناس بالباطل، نهانا عن أكل الربا، بعض الناس يأكل الربا كما يتنفس الهواء وكما يشرب الماء، وبعض الناس يتناول، وخاصة في بلداننا طبعا عارفين البلدان العربية يعني في نسبة كبيرة منها تأكل الرشوة يعني صباحا مساء ليلا ونهارا، فدي كلها الغش والسرقه والتدليس واكل اموال، ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالايه بالباطل. فدي كلها امور بتتعلق بفعل ايه فعل محظور، يعني الله سبحانه وتعالى نهانا عن اشياء ونحن نقوم بارتكابها. بعض الناس مثلا ياكل حق اخوانه ولا اخواته في الميراث، ودي برضه مصيبه كبيره موجوده في مجتمع، يعني رغم ان الله سبحانه وتعالى في ايات المواريث في سوره النساء حدد يعني قال ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد فان كان لهن ولد فلكم الربع، يعني الله سبحانه وتعالى بين ان هذا له الربع، هذا له الثمن، هذا له السدس، هذا وهكذا. ومع ذلك نجد ان الكثير من الاسر ومن العائلات ممكن الاخ الكبير ياكل حق الصغير، وممكن الاخوه الذكور ياكلون حق الايه؟ حق الاناث. يقول لك ده الله سبحانه وتعالى بعد ان ذكر ايات المواريث في القران الكريم قال تلك حدود الله. دي حدود من ربنا سبحانه وتعالى.
لا أملك لا أنا ولا أنت ولا حتى أنتهم أي نعم هي أمواله بس أنت ما تقدرش تتصرف فيها لأنك أنت ده أنت مستخلف فيها. المال في الحقيقة ملك الله سبحانه وتعالى وأنفقه مما جعلكم مستخلفين فيه. يعني ما تجيش مثلا تقول والله أنا حد لابن فلان قبل ما موت كذا ومش حد بي أو تكتب مثلا مالك لأحد الأبناء حتى تحرم الإيه حتى تحرم الآخرين أو تكتب جزء من التركة لأحد وهكذا. دي كلها أمور لا يحق لك أن تتصرف فيها. أنت تترك الأمور لله سبحانه وتعالى إن ديت حدود ربنا تلك حدود الله. ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله إيه نارا خالدا فيها ولو عزم الله. بس انت مش يعني ذكي يعني ولا فربه حتى يعني تعمل هذه الاشياء على الله سبحانه وتعالى. ديت امور ما حد يعني ده الله سبحانه وتعالى في القران الكريم قال اقيموا الصلاه. الصلاه اللي هي الركن الاساسي في الاسلام لم يفصلها الله سبحانه وتعالى كما فصل امور الميراث. يعني مثلا لم نجد ايه في القران الكريم تقول مثلا انا صلاه الظهر 4 ركعات ولا صلاه الصبح ركعتين ولا صلاه العشاء 4 ركعات صح ولا لا؟ إنما بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم الأحكام العملية في الصلاة صلوا كما رأيتمون إيه الصلاة. إنما أمور الميراث والأمور المالية الله سبحانه وتعالى فصلها تفصيلا. شوف كم آية في سورة النساء بتتحدث عن هذه في بداية سورة النساء وفي نهاية سورة النساء. ليه؟ لأن الأمور المالية دائما بتكون يعني مظنة للمشكلات بين الايه بين الناس. فربنا سبحانه وتعالى فصله وقال تلك حدود. ومع ذلك بنجد كثير من الناس كثير مش قليل بنجد كثير من الناس سبحان الله يعني يحيد عن هذه الامور ويتعدى حدود الله سبحانه وتعالى رغم ان الامور بينه وايه وواضحه. يبقى اذا معنى ذلك ان هذه كلها امور من الكبائر كيف يتوب الانسان منها الى الله سبحانه وتعالى؟ طب نقول لو كان الامر يتعلق بفعل يتعلق بترك مأمور أمرك الله سبحانه وتعالى به. يعني بعض الناس مثلا من الله سبحانه وتعالى عليهم بالتوبة فأصبحوا يعني يصلون الصلاة في وقتها وأصبحوا يصومون. طب السنوات التي مضت من حياته في الصيام وفي الصلاة والله يعني الرأي يعني إذا استطاع طبعا الإنسان عشان يصلي مثلا يعني سنوات يعني فاتته في حياته هيكون امر صعب عليه. ولكن هذا يكسر بقى من ايه من صلاه النوافل. يعني يصلي الفرائض ويؤدي صلاه في وقتها ويكسر من الايه فيكسر من النوافل خلاص. طالما انه تاب فالتوبه تجب ما قبل الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. ده في الامور المتعلقه بحق الله سبحانه وتعالى. انما مثلا في الحج يحج الصيام بقى هيصوم والله سبحانه وتعالى يغفر له الذنوب السنوات اللي فاتت. طب في الزكاه الزكاة فيها شق متعلق بحق الله وجانب متعلق بحق الايه بحقوق العباد. يعني الجانب المتعلق بحق الله انها فريضة ضرورة من اركان الاسلام. طب الجانب المتعلق بحقوق العباد انها ايه حق للفقير في مال الايه في مال الغني مش ليست منا منك او تفضل منك على انك انت تضرب ايدك في جيبك تطلع له 5 جنيه وتقول له خد. لا ده حقه انت المفروض انك انت تبحث عنه وتعطي له ليه؟ تعطي له حقه والا سيكون دين عليه. طب لو كان دين عليه فرضا بقى انك انت ايه ما كنتش تعرف احكام الزكاه في السنوات اللي فاتت وكان عندك اموال والى اخره وتوبت الى الله سبحانه وتعالى واصبحت مستقيم على طاعه الله عز وجل وتريد بقى انك انت ايه تسير على الصراط المستقيم فالزكاه لا تسقط. لابد من ايه؟ من حساب الزكاه في السنوات الماضيه. شوف انت من منذ متى الله سبحانه وتعالى من عليك بالغنى واصبح عندك النصاب اللي هو الفاصل بين الفقر والغنى وكم من سنه لم تؤدي فيها الزكاه ولا بد من اخراج الزكاه فيها. واذا لم يكن عندك مال الان تدون هذه الاشياء وتكتب هذه الاشياء وتخبر بها من حولك قل ان علي كذا وكذا. فهذه امور ديت امور متعلقه بحقوق الايه بحقوق العباد. تعال شوف الصلاه والصيام قلنا فيها ايه صلاة دي لله دي متعلق مثل الله سبحانه وتعالى كما قلت في البداية غني عنك وعن ايه وعن طبعا انما العباد الفقراء لن يسامحوك في ايه. طب بالله عليك حط نفسك مكان الفقير وانت جيت يوم القيامة يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يوم الجامع وكل واحد يريد حسنة. هل الفقير لو جاء امام الله سبحانه وتعالى وطلبت منه المسامحة هل سيسامحك؟ هيسامحك فين يا عم ده هو يريد حسنة.
صح ولا لا؟ وأنت في نفس الوقت يعني وهو يعني يريد حسنة ويريد من يأخذ منه إيه سيئة، وأنت أيضا نفس الكلام. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو ماله أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم إلا الحسنات والإيه والسيئات، يعني قبل أن يأتي يوم القيامة وما فيش عملة يتعامل بها الناس، لا دراهم ولا دنانير ولا يورو ولا جنيه ولا أي شيء إلا الحسنات والسيئات، عملة الحسنات والسيئات. ليك عند الناس شيء هتأخذ من حسناته، فرضا ما هوش حسنات بيأخذ هو من إيه من سيئات. العملية واضحة وبين، صح ولا لا؟ وبعدين الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث ربما يعرفه معظمنا، أتدرون من المفلس؟ قال المفلس فينا من لا درهم له ولا إيه ولا متاع، ده الإنسان المفلس اللي ما عندوش شيء. قال لهم لا، ده والله ده 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 أمره هين، ده في الدنيا والعملية هتمر، إنما المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بالصلاة والصيام وزكاة وحج ويأتي وقد شتم هذا وسفك دم هذا وأكل مال هذا، فأكل الماء فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته. طيب في انفنيت حسناته اخذ من ايه من سيئاته فطرحت عليه ثم طرح في النار. عمليه ايه؟ عمليه تبادل في حسناته. العمليه واضحه، ونصحنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان نتنبه لها. حتى في حديث الدين، يعني لما جاء رجل للرسول الله صلى الله عليه وسلم، فالرسول صلى الله عليه وسلم قام في الصحابه في يوم من الايام خطيب وذكر لهم ان الجهاد في سبيل الله يكفر الخطايا والذنوب، وذكروا بايات الجهاد والاستشهاد، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل ايه بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين بما اتاهم الله من ايه من فضله، ويستبشرون بالذين لم يحق بهم من خلفهم الا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فقام واحد من الصحابه طبعا لما سمع هذه الايات وهذه الاحاديث قال له يا رسول الله ارايت ان قتلت في سبيل الله اتكفر عني خطاياي؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. هو الرسول افتاه، فنزل جبريل. شوف بقى سبحان الله، جبريل ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصحح له الأمر. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما بين له جبريل الأمر قال أين السائل؟ فين الرجل اللي كان بيسألني؟ فجاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله ماذا قلت؟ يعني ما هو السؤال بتاعك؟ فقال له يا رسول الله قلت لك أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطايا؟ كل الخطايا والذنوب والسيئات اللي أنا عملتها تكفر عني لو أنا مت شهيد في سبيل الله؟ عارف الشهيد ده بقى إيه؟ إحنا طبعاً كما قلت لكم من قبل مش عاوز أدخل أنا في النواحي السياسية، الآن كل واحد يسقط في دولة من دول يقول لك شهيد، ما إحنا ما عرفناش مين الشهيد من مين الكافر في الحقيقة. الكافر بيقول دولة يقول لك دولة يعني على 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 من يتبعهم شهداء وهؤلاء من يتبعهم إيه؟ شهداء. طب فين الكفر؟ ما فهمتش انا والله. فنسال الله سبحانه وتعالى ان يعصم دماء المسلمين. انما المهم الشهيد في الاسلام ده هو الذي قاتل دفاعا عن دين الله سبحانه وتعالى وقاتل الاعداء، الاعداء اللي هم يعني يحاربون دين الله عز وجل. المهم فالرسول صلى الله عليه وسلم بيقول له ان قتلت في سبيل الله وانت صابر محتسب مقبل غير ايه؟ غير مدبر. صابر محتسب يعني محتسب أجل عند الله سبحانه وتعالى، مقبل غير مدبر يعني أنت مقبل على مش لا تفر من المعركة ولا تفر من العدو، مش نزل عليك صاروخ تسيبه لا أنت مقبل غير مدبر. فمقبل غير مدبر يعني معنى ذلك أنك أنت بتقاتل بشجاعة وتقاتل بحمية في سبيل الله سبحانه وتعالى، تكفر عنك الخطايا إلا الدين. يا الله يعني شوف كل الخطايا والذنوب بقى الصيام والصلاة الحاجات اللي انت ما عملتهاش دي تكفر عنك كل شيء إلا ليه؟ إلا الدين. فإن جبريل أخبرني بذلك. شوف لما الرسول في البداية قال له نعم، بعدين لما نزل جبريل سأل عنه مرة أخرى قال له إلا ليه؟ إلا الدين. يعني إيه الدين؟ يعني الأشياء المتعلقة بحقوق ليه؟ بحقوق العباد. يعني إيه متعلقة بحقوق العباد؟ زي حق الزكاة زي بقى ممكن تكون أخذت أموال من الناس على سبيل القرض ولم تعد هذه الأموال إلى أصحابها، تم ده برضو حقوق الناس. من أخذ كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث رواه الإمام البخاري من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله، على حسب نيته يعني
فأنت لما تنوي الأداء الله سبحانه وتعالى يعينك ويفتح لك أبواب الرزق حتى تستطيع الإيه الأداء. إنما أنت بقى شغال يعني بلطجي على الناس تأخذ من هذا ومن هذا ومن هذا وتريد إتلاف أموال الناس ولا تريد وليست عندك النية لرد هذه الأموال يتلفك الله سبحانه وتعالى. ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه ليه؟ أتلفه الله. يبقى إذن الدين أي مثلا كما قلت حق الميراث هذه الأشياء دي كلها ديون على الإنسان لا تسقط حتى باستشهاده في سبيل الله سبحانه وتعالى. يبقى إذن الأمور التي هي الكبائر التي تتعلق بترك مأمور أمرك الله سبحانه وتعالى به مثل الصلاة ومثل الصيام هذه أمور يعني ما قالها إلى الله سبحانه وتعالى والراجح فيها أن الإنسان لو تاب توبة نصوحة فالله سبحانه وتعالى يكفر له ليه ما مضى من حياته. إنما الأمور المتعلقة بحق العباد مثل الزكاة دي لا تسقط بليه لا تسقط إلا بأدائها إلى أصحابها لأن فيها حقوق العباد والعباد لن يسامحوك في الله سبحانه وتعالى إذا سامح في حقه فالناس لن يسامحوا في حقه. طب ناتي بقى إلى الكبائر المتعلقة بفعل محظور إنسان مثلا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنا جميعا شربا خمرا سرق أكل أموال الناس بباطل هذه الأشياء فكل هذه الأشياء إذا تاب الإنسان منها شوف إذا كان الذنب متعلق بحق الله سبحانه وتعالى وتاب الإنسان منه توبة صادقة وتوبة نصوحة وندم وعزم على أن لا يعود إلى هذا الذنب أبدا كمن شرب الخمر وتاب الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى يتوب عليه. إنما واحد أكل أموال الناس بالباطل ما كان شغال في يوم من الأيام ومعه وفيه شركة وعنده شركة وبتاعه ومعاه بعض العمال وعامل معه وأكل أمواله وبعدين قال لك أنا تبت الله سبحانه وتعالى ينفع تبته؟ لا لابد من رد المظالم إلى أهلها. واحد مثلا أثناء توزيع التركة قال لك لا أنا الكبير وأنا اللي عملت وأنا اللي خليت وأنا اللي سويت فأخويا صغير ملهوش وبعدين أختي اللي اتجوزت عند فلان ديت إلا ما إحنا ما نوديش أموال عيلة فلان عند عيلة أخرى يرجع بقى النظام الإيه القبلية يقول لك وكيف يأخذون أموالنا؟ هو أنت يا عم أنت اللي شرحت ربنا سبحانه وتعالى هو الإيه ده ربنا هو الذي حدد. وبعدين قال تلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله يدخله نار. أنت طب أنت خلاص يعني سبحان الله واحد يعني والله الواحد يتعجب من نوعية هؤلاء الناس. يعني مثلا أبوه ترك له كثير من الأموال بدل من هو يشكر أبوه بعد وفاته ويقدم له صدقة جارية لا ده يريد أن هو إيه إن أو مثلا أنت حتى الأب ليس له علاقة بالمال الذي تركه بعد وفاته طالما أنه لم إيه لم يوصي وصية جائرة ممكن يكون قبل وفاته قال لك أنا لا أطرق بعض الأموال لابن الكبير أو أكتب بعض الأموال لكذا أو أكتب بعض الأموال يريد أن يحرم مثلا بعض الأفراد الأسرة من المراس يبقى هذه أمور الله سبحانه وتعالى يعاقبه عليه. فمن واحد يتعجب من نوعية هذا الإنسان يعني تخيل واحد في أواخر حياته بدل من هو يقدم صدقة جارية لو عند الله سبحانه وتعالى لا يريد أن يقسم المراس قبل وفاته. طب ما تموت يا عم وتريح نفسك وهل يضر الشاة سلفوها بعد ذبحها؟ هو أنت لما تموت ما الذي يضرك بعد وفاتك؟ فلان يأخذ ولا فلان ما يأخذش ولا فلان سيصبح غني ولا فلان سيصبح فقيرا؟ لا هو أنت حتى بعد ما تموت تريد أنك أنت تسبب مشاكل في الأسرة ومشاكل في العائلة؟ ولذلك بعض سبحان الله يعني بعض الناس يأتيني مثلا ويستفيدني فيقول لك والله أنا إيه يعني من حوالي فترة كده كان جاني أخ شاب يعني الله سبحانه وتعالى من عليه بالغنى ومن عليه بسعة الرزق وعنده يعني بعض المشاريع حتى وقال لي والله أنا عندي بنتين وزوجتي وأنا أريد أن أكتب ليه أموالي كلها ليه للبنتين طبعا عشان هم عنده الذكور فخايف بعد ما يموت يعني هو سبحان الله شو بيفكر فيه إن هو أمواله من بعد تذهب ليه إلى أحد من إخوانه وإلى أبيه وإلى أمه إلى آخره. طب يعني قلت له سبحان الله وهل لما تذهب إلى أخيك ولا إلى أبيك ولا أمك وهل هذا أمر أنت شرعته بنفسك ولا ده قانون مصر ولا قانون إيطاليا ولا قانون مغربي ده قانون إلهي. والله سبحانه وتعالى قال وصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الإيه الإنسان فإن كنا إنسان فوق سنتين فلهن ثلث ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما الثلث مما ترك وإن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثاه أبواه فلهم الثلث فإن كان له إخوة فلهم الثلث. يعني أمور محددة دي للثلث ده لو دي الربع دي للثلث دي لكذا دي لكذا. يبقى لماذا تلعب أنت في هذه الأمور؟
ما دي اسم تعدي على حدود الله، ومن يتعدى حدود الله في نفس آيات النواريس بعدها مباشرة، ومن يتعدى حدود الله يدخله نارا. طب انت في انت في اخر حياتك، انت الواحد في اخر حياته يوصي مثلا بيصول اسمه في سبيل الله، صح ولا لا؟ يعني صدقه جريه هكذا، انما سبحانه بيفتح لنفسه باب على جهنم. ما هو الله عز وجل قال ما هو ما في نفس الايه بتاعه المواريث كده بعدها مباشره، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله ايه؟ نارا خالدا فيها. ولا واحد ده مستعجل على النار. وبعدين يأتي أبناؤه من بعد خلاص هو مات بقى، وغسلوه وكفنوه وأتوا بالقراء الكبار حتى يقرؤون عليه ويتبهون أمام الناس. طيب ماشي خلصنا النظرة، يأتي بقى الأبناء لتوزيع الايه؟ الميراث والترك. ما فهمش ابن رشيد ولا ابن عاقل يقول لك والله أبونا أخطأ وقسم الأمور خطأ، طب احنا نريد أن نرحمه كما ترك، يعني كما ايه؟ كما أنه تعب في حياته وحتى جمع هذا المال وتركه لنا، يرحموه صح ولا لا؟ فيقسم الميراث على شرع الله سبحانه وتعالى. لا ما يعرفوش بقى، ما هو كل واحد ده غنيمة. وذلك احنا الرسول صلى الله عليه وسلم قال يتبع الميت ايه؟ ثلاثة، يتبع أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى ايه؟ يبقى واحد، يبقى عمله ويرجع الأهل وليه والمال. الأهل طبعا بيرجع والمال بيرجع، فالأهل يتقاسمون ليه؟ المال وتركوه بقى العمل. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا ايه؟ شرا يرى. فكنت اتمنى مثلا من بعض الاسر انه يكون فيهم ابن عاقل وابن رشيد يقول لك والله يعني ابونا تعب وحتى جمع هذا المال ونريد ان نرحمه. فمن ممكن بقى يعمل ايه؟ يعمل مثلا صدقه جاريه لابيه، وبعد كده ايه؟ المال ولا الاراضي ولا الاشياء ولا المشاريع الفركاء يقسمه على حسب شرع الله سبحانه، يبقى يعيد الامور الى ايه؟ الى نصابين. فرض ان ابوه خطا بسبب جهله، بعض والله سبحانه احيانا الواحد بيجلس، انت عارفين طبعا المجالس الشرع، احيانا بعض الاسر بيصل فيها النزاع الى مرحله يعني مرحله شرسه يعني. فالواحد سبحان الله لما بيجلس في هذه المجالس طبعا الاول بيبدا بالايات القرانيه التي تحث على العفو والصلح والى اخره، عشان بس تطيب الايه؟ النفوس. وبعد كده تيجي مثلا احد الابناء يقول لك لا انا ابي كتب لي ويعطيك، وهو فعلا ابوه كتب له ويعطيك مثلا بعض الاوراق، ممكن تكون اوراق عرفيه مثلا لم تختم مثلا بحكم المحكمه، وممكن تكون فعلا مسجله في 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 في, في الدواوين الحكوميه. فانا اقول له سبحان الله يعني ابوك كان يحبك وقدم لك هذا المال، بس هذا المال ليس من حقك، ده المفروض يعاد توزيع التركة ككل على الايه؟ على الـ 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 على حسب ما اراد الله سبحانه وتعالى. فاذا كان ابوك يحبك هكذا فانت لا تريد ان ترحم اباك بعد وفاته. فسبحان بعض الناس بيكون عنده الايه؟ عنده الرافه، بيقول له يا ابني ده انت هتنقل ابوك من العذاب الى الايه؟ الى النعيم بسبب انك انت فرضا ان ابوك اخطا ولا عمدا ولا جهلا الى اخره. انت المفروض تصحح الايه؟ تصحح المسار. فمن الناس من يصحو قلبه، ومن الناس من يكون قلبه كالحجاره او اشد قسوه، يقول لك بقى ابويا الله يغفر له الله يرحمه خلينا احنا في حياتنا الدنيا. شوف والله يعني بس بقى انا اريد ان اضرب هذه الامثله حتى ابين ان الانسان لا يرتكب هذا الخطا في حياته. ولو ارتكب معه يعني ابوه مثلا ولا امه ولا جدته، احيانا بعض سبحان الله بعض كده تلاقي في بعض الاسر ممكن تريد الجده ان تكتب شيئا حتى لحفيدها. فاذا كنت يعني من الله سبحانه وتعالى عليك بحب ابيك ولا بحب امك وكتب لك شيئا من هذا، لا. كل هذه الامور يعني لابد وان تقسم على حسب كما قلت. الله سبحانه وتعالى في ايات المواريث فصلها يعني الصلاه والصيام، الله سبحانه وتعالى مبين اركان الصلاه، ويعني كمثلا قلنا الظهر مثلا لم يقل الله سبحانه انه اربع ركعات، العشاء اربع ركعات، كلها امور اخذناها من سنه الرسول صلى الله عليه وسلم، هي السنه الفعليه. انما في ايات الاموال وايات المواريث الله سبحانه وتعالى فصلها ايه؟ تفصيلا وبينها تبيانا. فلو الانسان اراد ان يتوب الى الله سبحانه وتعالى وكان قد الم بشيء من هذه الامور فلا بد من رد المظالم الى ايه؟ الى اهلها، ولا بد من ارجاع الحقوق الى اصحابها. فرضا بعض الناس حينما يريد ان يتوب الله سبحانه وتعالى ويكون يعني ماله اختلط المال الحلال بالمال الحرام، في بعض الناس كده عرفان الله سبحانه وتعالى بيعمل مثلا بعض الاشياء ويكتسب منها بعض الاموال اللي هي المحرم، في اختلاط المال الحلال بالحرام ده كيف يتوب الانسان من الله سبحانه وتعالى؟ فالامام ابن القيم بيقول يتصدق من المال من ماله
بقدر ما, 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 ما بقدر ما يفكر فيه أن هذا المال من المال الحرام. يعني بيقول والله أنا اكتسبت عملية تقديرية, يقول لك والله أنا اكتسبت مال حرام يعني بقدر كذا, فيتصدق مثلا بـ 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 يعني من باب التخلص, وليس لأن الله سبحانه وتعالى طيب لا يقبل ولا إيه طيب, يعني تخلصا لا تصدق, إنما يتخلص من هذا المال الإيه من هذا المال الحرام, ويتبقى له المال الإيه الحلال الذي تطيب به نفسه. طيب بعض الناس مثلا عندهم مصيبة أخرى أو مشكلة أخرى, أنهم حينما يريدون أن يردوا المظالم إلى أهلها, فمن كسرة الناس الذين ظلموهم, يعني زي الناس اللي بيأكلوا رشوة ولا الناس الذين أكلوا أموال الناس بالباطل ولا كذا ولا كذا, يريدون أن يردوا مثلا هذه الأشياء إلى أهلها, فطبعا حيبحث على مين ولا مين, فبالتالي هؤلاء يتصدقوا من أموالهم بالقدر الذي يتراءى لهم أنه مال حرام, يتصدق ليس يتصدقون ليس عن أنفسهم وإنما عن الأشخاص الذين أكلوا حقوقهم. وحينما يجمع الله سبحانه وتعالى بينهم يوم القيامة, فالله سبحانه وتعالى إيه؟ يعني كما قال ربنا سبحانه, الله يجمع بيننا وإليه إيه؟ وإليه المصير. إنك أنت تصدقت بالمال الذي أخذته منهم عن إيه؟ عنهم وليس عن إيه؟ عن نفسك, فيكون كمن تصدقوا عن إيه؟ عن أنفسهم. فدي كلها يعني أمور عن أردنا فقط بها أن نبين كيف يتوب الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى. وفي الحقيقة أن الإنسان حينما يجد إنسان على معصية ولا يجد إنسان على جهل لا يتعالى عليه, يعني ما تتعالى مثلا فرضا أنك أنت بتصلي وفي بعض الشباب مثلا ربما يكونوا من يسكنون معك في البيت لا يصلون مثلا وأنت نصحتهم مرة مرة, فلا تتعالى عليه ولا تحكم عليه بالفسق وبالفجور وإنه كذا وكذا, لا لا تكون عونا للشيطان عليه, وإنما تكلم معه برفق, ما كان الرفق في شيء إلا إيه إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء له في يوم من الأيام برجل قد شرب الخمر, تخيل بقى رجل مسلم وصحابه في عهد الرسول وشرب الخمر وجيء حتى يقام عليه الحد, فالراوي يقول فمنا الضارب بيده ومنا الضارب بنعله ومنا الضارب بكذا, يريدون ومنا وفي بعض من سبه, فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تكونوا عونا للشيطان عليه على أخيكم, أنتم لما تسبوه وتشتموه وتلعنوه هكذا طبعا هيزيد في المعاصي وخلاص بقى يزيد في, 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 في ويتمادى في المعاصي والإيه والزهد, لا تكونوا عونا للشيطان على إيه على أخيكم. وفي نفس الوقت الإنسان يعني لا يتألع على الله سبحانه وتعالى بطاعته, وإنما يسأل الله سبحانه وتعالى له أن يسأل أن يتقبل منه, إنما يتقبل من المتقين, ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي هذا الإنسان لإيه العاصي, يعني ما لا تلعنه لأنك أنت ما تضمنش ما يعني من الممكن أنك أنت يعود بك الزمن وتعصي وهو يكون في طاعة الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبين الجنة إلا زراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها, وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبين النار إلا زراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. فالإنسان ذات أمور قدرية عند الله سبحانه وتعالى, وما تقولش لإنسان أنت كيف تعصي الله سبحانه وتعالى ده أنت ملعون وأنت من أهل النار, إياك أن تفعل هذا مع أحد ممن يعصي الله سبحانه وتعالى, لأن الله سبحانه وتعالى يقول من الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان فقد غفرت له وأحبطت عنه. يعني ما أود أن أقوله من هذا كل أن الإنسان يعني إذا تاب الله سبحانه وتعالى ونسي أيام المعصية فلا ينظر إلى العصاة بعين اللعنة, وإنما ينظر إليهم بعين الهداية وبالرأفة وبالرحمة, ويدعو الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منه وأن يهديهم الله سبحانه وتعالى. يعني ده كان بعض الخطوط العريضة في كيفية التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.